أساتذة محترمين، أيام الحضور الكريم، بغيت في البداية نتقدم بالتهنئة والشكر إلى مركز دراسات القانونية والقضائية المعاصرة ليسوس مسا والرئيسة ديالو السيدة زينة إدحلي على توجيه الدعوة، وكنغتنم الفرصة باش نهنيها على الكفاءة باش كتقوم بالعمل ديالها كنائبة رئيس مجلس النواب. حنا مفتخرين بالأداء ديالك وبالعمل ديالك الجيد. وهذه المناسبة ديال هذا اللقاء كنهنيك على تنظيم هذا اللقاء الهام، وكنشكر جميع الأساتذة اللي ساهموا والأستاذات اللي ساهموا في هذا الندوة. هي مناسبة ثمينة جدا ديال الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة من أجل فتح هذا الورش الكبير ديال إصلاح مدونة الأسرة، وهذا كيجي بعد الخطاب ديال عيد العرش ديال 2022 اللي دليل على أنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله كيسمع وكيتصنت على المعاناة وعلى الألم ديال النساء المغربيات وديال الأطفال المغاربة اللي كيعانيو مشاكل كثيرة بحكم القوانين اللي هي كتطبق عليهم. وهذا ما كينفيش على أنه فعلا كان واحد الإصلاح كبير في سنة 2004 اللي كنا اعتبرناه حقيقة ثورة هادئة، واللي كان جعل حد للقانون مدونة الأحوال الشخصية. ما ننساوش هاد الشيء، لأنه كان مدونة الأحوال الشخصية كانت كأنها كتكلم على الراجل، يعني على الحق ديال الراجل، هو كيتزوج كيطلق كيعمل يعني كان هو المحور ديال القانون، وتتحول يعني تتغير بمدونة الأسرة اللي هي كتهتم كذلك بالنساء وبالأطفال. وهذا واحد يعني تقدم، شكل واحد تقدم كبير بالنسبة لبلادنا. صاحب الجلالة وجه هذه الرسالة بصفته أمير المؤمنين وكذلك بصفته ضامن الحقوق والحريات، ومفاتيح أن يذكر بالمرجعية والأسس ديال هذا الإصلاح الكبير اللي احنا كنا اللي كينتظرنا من جهة المقاصد ديال الشريعة الإسلامية السمحاء، ومن جهة أخرى يعني اللي كتجلى في القيم ديال العدالة ديال المساواة ديال التضامن، وكذلك المبادئ الكونية ديال حقوق الإنسان اللي كتنص عليها اتفاقية الدولية اللي صدق عليها المغرب، اللي كتجلى في المساواة ولا تمييز ولا عنف، وكذلك المصلحة العليا للطفل. وهذا كيطلب واحد الاجتهاد بناء من أجل التفاعل ديال هذه المقاصد العالية وما بين المبادئ الجديدة اللي كاينة في اتفاقية ديال حقوق الإنسان، واللي هي يمكن يعني نسميوها بالمعروف على صعيد الدولي. وكنذكر بأنها اتفاقية دولية هي نتاج ديال واحد العمل جماعي ساهموا فيها جميع الدول العالم، بما فيها الدول المسلمة معلوم والدول العالم في مختلف قارات العالم. شكرا إذن باش تعطينا هذه المناسبة ديال واحد النقاش اللي هو هادئ طبقا للإرادة ديال صاحب الجلالة، نقاش اللي خص يكون تميز بروح الانفتاح والاعتدال وروح الحوار من أجل إصلاح المقتضيات اللي كيؤديو إلى اختلالات وإلى ظلم. والمحاور اللي حددها صاحب الجلالة هذه المراجعة ديال قانون الأسرة هي أولا الهدف ديال إنصاف النساء وإزالة الظلم، والسماح للنساء أنهم يتمتعوا بالحقوق ديالهم اللي كيضمن لهم الدستور. وكنذكر بأنه كذلك الدستور المغربي تم التصويت عليه بالإجماع ديال الشعب المغربي، إعادة النظر وتصحيح العيوب والتراغات اللي بينتها الممارسة تطبيق هذه القوانين. كان خمسة ديال المحاور، أولا أننا نديرو تحيين ديال التشريعات
الوطنية مع التغييرات والتحولات ديال المجتمع المغربي والحاجيات ديال التنمية المستدامة والنهوض بالمساواة. ثانيا احترام الالتزامات ديال الدستور المغربي من أجل ملائمة القوانين مع المقتضيات فيما يخص المساواة، لأن الدستور المغربي صريح في يعني إقرار المساواة بين الجنسين في جميع المجالات، يعني المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى آخره. من جهة أخرى الملائمة مع اتفاقيات دولية اللي صادق عليها المغرب، وخاصة اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المغرب ضد النساء اللي المغرب قام برفع التحفظات عليها، واللي كذلك صادق على البروتوكولات البروتوكول الاختياري الملحق بها واتفاقية دولية لحقوق الطفل، وكذلك يعني تفعيل المؤسسات الدستورية بحال هيئة المناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وأخيرا المساهمة الكاملة للنساء في الاقتصاد، مع العلم لأنه لا يمكن أن نبني المغرب متقدم ديال الأحلام ديالنا كاملين بدون ما تكون مساهمة كاملة للنساء. فيما يخص قانون الأسرة نطبقوه على واحد الأسر المغربية، ويمكننا نسألو واش فعلا كنعرفوا الواقع ديال هاد الأسر. الكل يعني في المغرب كيتبنى واحد الجملة اللي أصبحت جملة يعني متداولة بزاف، اللي هي المغرب ديال اليوم ليس هو المغرب ديال الأمس. وكنقولها بالجملة هذه فيما يخص الدبلوماسية، فيما يخص السياسة، الاقتصاد، في جميع المجالات كنعتزو ونفتخرو بالتقدم ديال المغرب، وكنقولو المغرب ديال اليوم ماشي هو المغرب ديال الأمس. ولكن خصنا نكونوا واعيين بأنه كذلك المجتمع المغربي تبدل والأسرة المغربية تبدلت. ونعطيكم غير بعض المؤشرات، هذا الشيء كله كنعبر على آراء اللي هما آراء ديالي، ولكن هما آراء كذلك جد متداولة في المجتمع المدني وفي الحركة النسائية. أصبح السن ديال الزواج حاليا ديال الأولاد 32 سنة، البنات يعني 26 سنة حاليا، آخر رقم اللي كاين 25 سنة ونصف بالنسبة للبنات. صبحوا النساء كيشتغلوا بحالهم بحال الرجال، ومن ضروري جدا أننا نقوموا بواحد التشخيص. حنا كنقولوا عندنا واحد الأسرة المغربية اللي هي نقولوا مريضة، اللي عندها فيها اختلالات كثيرة، خصنا نقوموا بواحد التشخيص باش نكيفوا. أنا المهنة ديالي صيدلية، إذا ما عندي هذا التكوين الطبي، تنقول باش نمكن نداوي واحد الجسم خصنا هو اللي نقدر نقوموا بالتشخيص، وعاد يمكننا نخرجوا يعني نحكموا على واحد الوصفة اللي ممكن أنها تصلح هذا المرض. وحنا في الحاجة لدراسات ديال معلومة المندوبية السامية للتخطيط، ولكن حنا في الحاجة لكل يعني الباحثين ولا الجامعيين، الجمعيات النسائية، المراكز الاجتماع ديال النساء، هادو كلهم كيعطيونا معطيات. ولكن خصنا كذلك نفكروا على هاد المسألة ديال تأخير سن الزواج، شنو هما الانعكاسات ديالها، شنو هما الأسباب ديالها، وشنو هما الانعكاسات ديالها. وربما غادي نلقاو شي أمور اللي رجعنا ربما نطوروا التفكير ديالنا، لأنه ملي كنقولوا أنه الرجل إلا بغى يتزوج خصو هو اللي يقدم الأسرة، هو اللي يستجب مع جميع المتطلبات ديال الأسرة، وما يمكن يتزوج إلا إذا كان جاهز باش يتكفل بواحد الأسرة، معلوم كنصعبوا عليه المرورية. غير كان شي واحد اللي كينتمي لواحد الوسط يعني اللي يمكن يساعده ماليا، ولكن هذاك الشاب المغربي النموذجي خصو يخدم وخصو يوصل لواحد الأجرة وخصو يوفر، إذا من المستحيل بالتالي ما كيتزوجش، كيتزوج معطل. ولكن شو هادشي اش يؤدي الى ماذا؟ انا كنظن بانه وانا كنترأس واحد الجمعيه اللي سميتها اول، وسميناها اول لجوج ديال الاسباب. السبب الاول لانه كنعتزو بالهويه ديالنا العربيه الامازيغيه، وكنقولوا بانه هذا التنوع ديال الهويه ديالنا هو مصدر ديال الغنى، ولكن كذلك اول اللي كتعني بالامازيغيه كتعني الكلام، من اجل اننا نتكلموا على الطابوهات. اذا بالتالي تنقولوا الطابوهات هما اللي كيبقاو تخليو المجتمع ما يتقدمش، وكنظن بانه الا هضرنا على الطابوهات بكل احترام لا ننسى تقلي
بعد واحد الوقت او دان يداهمنا بشكل كبير لانه مازال تدخلات. شكرا لك. اذا شحال ديال الوقت؟ قرب 5 دقائق مازال. عطنا 5 دقائق. اذا المهم يمكن فهمتوا شنو بغيت نقول، ولكن 32 سنة ما كانش جواج. نخليكم تخيلوا شي لاخر، ما نقول لكم حتى شي حاجة. احنا قلنا بواحد الدراسة في عين المكان في المناطق ديال المغرب، عملنا دراسة مع بمساعدة ديال خبيرات وخبراء، وقفنا على واحد الواقع مر، هو انه كاين واحد التنوع كبير فيما يخص التركيبة ديال الأسر، وفيما يخص الأدوار اللي كيلعبوها النساء والرجال داخل هذه الأسر. يعني لقينا عندنا واحد الدراسة عالمية اللي كتقول لنا بأنه يمكننا نستنتجوا منها أنه 40% من الأسر المغربية ماشي ما فيهاش ديك التركيبة الكلاسيكية ديال الرجل والمرأة والأطفال، بل فيها مرأة مطلقة، مرأة معلقة ممنوجة مطلقة، مرأة اللي هي متخلى عنها مشى تجوج مع واحدة أخرى ولا خلاها يعني بوحدها، أسر اللي فيها الكفيل الطفل الكفيل، أمهات اللي مجوجين بالفاتحة واللي ما تمش يعني تدويل ديال الزواج ديالهم والراجل مات ولا مشى وصدقوا بأنهم أمهات عذبات إلى آخره إلى آخره. هذا الواقع كله خصو ولا بد يتدرس وخصنا ناخذوه بعين الاعتبار، و ما نتكلمش على بزاف الأمور اللي كنت باغي نتكلم عليها، ولكن يمكن لي نقول على أنه خصنا نعيدوا النظر في النموذج اللي عندنا في الدين ديالنا ديال الأسر، اللي هي مبنية على أنه الراجل كيخدم على برا ويجيب الفلوس، والمرأة جالسة في الدار. هذه الكلمة ديال جالسة في الدار كنسمعوها بزاف، ولكن هي ماشي هي الواقع، لأنه كنتظروا الكثير من الأسر المغربية كنتظروا منها أنها تكفل بالأشخاص المسنين، تكفل بالأطفال، تكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة. نقولوا الأسرة المغربية المتضامنة، ولكن ما كنقولوش شكون اللي كيتحمل هذاك العبء. وعندنا إحصائيات ديال المندوبية السامية للتخطيط اللي كتقول لنا على أنه النساء كيقوموا 7 نوبات أكثر ديال العمل في خدمة الآخرين، هما اللي كيتكفلوا بهاد الناس اللي هما يعني كيقوموا بواحد العمل اجتماعي ولكن بمجان. إذا حتى الأرقام ديال المندوبية السامية للتخطيط كتقول لنا على أنه تقريبا 80% من العمل اللي كيقوم به الرجل هو عمل يعني مهني اللي كيتقاضى عليه الأجر، واحد 12% ولا 13%، ما عنديش عندي رقم في الكوارت، ولكن ما تقريبا 13% من الأعمال اللي كيساهم فيها بالأعمال المنزلية. وبالعكس من ذلك المرأة كتقوم تقريبا 80% من الأعمال ديالها بالمجان داخل الأسرة. ولكن إلا جينا نحسبوا العطاء ديال الرجل والعطاء ديال المرأة، يمكننا نقولوا على أنهم متساويين في الواجب ديالهم تجاه المجتمع، إذن بالتالي كيستحقوا باش يكون العمل معهم يعني بالتساوي. وبالتالي أنهم كما كان المادة 4 ديال عنوان الأسرة اللي كتقول بأنه الزواج هو من أجل خلق أسرة تحت إشراف طرفين يعني المرأة والرجل، لابد أنهم هذا المفهوم ديال المسؤولية المشتركة أنها تكون بينهم من خلال جميع المواد ديال مدونة الأسرة. إذن أنه مثلا الولاية القانونية على الأطفال ماشي حق أنه المرأة تحمل بهذاك الطفل وتوجع عليه وتردعه وتكبره، ولكن بمجرد ما كيخلق كيحمل الاسم ديال الرجل هذا النسب، ولكن كذلك الولاية الشرعية كاملة بين يد الرجل، وهذيك المرأة كتسمى لأنها أي حاجة بالنسبة للطفل ديالها كأنه ماشي الطفل ديالها، هي فقط مكلفة به. هذا على سبيل المثال. كاين المسألة ديال الحضانة كذلك اللي كتفقد المرأة الحضانة إلا مشات حتى عاوتاني تزوجات المرأة الأم المطلقة، وهذا ظلم كبير تجاه الطفل وتجاه الأم. كاين المسألة ديال تزويج الطفلات اللي هي كارثة بالنسبة للبنتات، لأننا كنحرموهم من الحق أنهم يكونوا الشخصية ديالهم ويكونوا التمكين ديالهم الذاتي ويقدوا. ولكن ما يمكنش ما نقولش لا بطبيعة الحال، ماشي ما كنتكلمش في هذه النقطة بالذات، كنتكلم مع الوقت اللي متبقي. داكوغ. إذا تكلمت على خصني نهضر كذلك على واحد المشكل اللي هو مشكل كبير موجود، اللي تكلمت قبل على السن الزواج 32 سنة اللي كيعني بانه ضمنا ما يمكنناش نتخيلوا انه راجل غادي يبقى حتى 32 سنه بدون
ما يكون الا ما كانش عنده علاقه في اطار الزواج. وحنا كنتمناو باش تكون هذيك العلاقه في اطار الزواج، وكنتمناو انه نقولوا انه الاسره تحت المسؤوليه ديال الاب والام بجوج غادي يتعاونوا على الزمن، ولكن الا ما كانش شيء كذلك اكيد انه غادي يكون انعكاسات ديال هاد الحياه ديال الشاب، بالتالي غادي يكونوا اطفال خارج الزواج، وهاد الاطفال ابرياء 100% ما عندهم حتى شي علاقه حتى شي مسؤوليه في الطريقه باش يوصلوا للحياه. اذا بالتالي المصلحه الفضلى ديال الطفل والالتزامات الدوليه للمغرب كتطلب منا اننا فعلا نعترفوا بالنسب بالنسبه لهاد الاطفال والحق ديالهم انهم يعرفوا النسب ديالهم وانهم يعيشوا في واحد السعاده داخل واحد الاسره، لان المكانه ديال الطفل ماشي في المكان ديال المتخلى عنه. واخيرا غادي يكون كذلك المشكل ديال الارث، وهنا سمعت الخطبه ديال الجمعه ديال البارح في التلفازه اللي الخطيب قال فيها بانه ماشي معقول باش يجيو الارث بلا ما يحتسبوا شنو هو العطاء، شنو هو المساهمه ديال المراه للزوجه او البنت في تراكم هاد الثروه. وبالتالي من الضروري باش يكون واحد الحلول لعدد من الدول المسلمه لقاتها، من اجل انه ملي تكون ما يكونش البنت داخل الاسره، انه البنت تصبح يعني كتورث عن طريق الفرض وعن طريق الرد. انا ما نتقدمش امام الساده الفقهاء اللي هما يعني ما عندهم معرفة كبيرة فيما يخص الفقه، ولكن لابد أننا نلقاو حلول اللي هي كتناسب الواقع ديال الأسر المغربية. وفي نهاية الأمر غادي يكون رابح واحد في هذه المسألة، ماشي النساء غادي يكونوا رابحين أو الرجال غادي يكونوا رابحين، المجتمع المغربي غادي يكون رابح. وأنا مقتنعة بأنه السعادة ديال الأسرة كتجلى في المساواة، في الحوار ما بين الزوجين، في يعني الاحترام المتبادل، هذا هو اللي كيسمح لنا باش غنبنيو واحد المجتمع متوازن. وشكرا جزيلا واعتذر لك.